هذا الفيديو للشرح والتوضيح والتنبيه ويمثل نصيحة استثمارية. على الرغم من التقدم التكنولوجي في عصر العولمة وسهولة تبادل المعلومات وانتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الجميع، لكن يبدو أن عدداً لا يحصى من البسطاء أو السذج ما زالوا عرضة إلى أساليب خداع ونصب وسرقة من القرن الماضي. فقصة الأمير الإفريقي والكنز المفقود في القارة السمراء إلى قصص الجوائز التي حصل عليها المشتركون غير المشتركين في سحوبات وهمية، وصولاً إلى أوراق بيض يلزمها مساحيق سحرية لتحويلها إلى أوراق نقدية. كلها وغيرها تستهدف ضعاف النفوس والطماعين للوصول إلى الثراء السريع. آخر هذه الأساليب القديمة الجديدة هي هوك بول في مصر، والتي استهدفت ما قد يصل إلى 1,000,000 فرد للاستثمار في مكائن لتعدين العملات المشفرة، أو على الأقل هذا ما وعدت به. أسلوب ليس بالجديد، لأنه يعتمد على مخطط بونزي الشهير، فهو يعد المستثمرين بعوائد كبيرة وتشجيعهم بتسويق المنتج لاستدراج ضحايا جدد، بل ويدفع لهم جزءا من الأرباح في البداية، لكنها في الأصل جزءا من أموالهم المودعة، ويتم إعطاء المستثمرين القدامى أرباحا من المستثمرين الجدد، وفجأة يختفي علاء الدين ومصباحه السحري وأموال المودعين، وتبقى الحسرة لدى المستثمرين السذج. استهداف الشركات المشبوهة يستخدم كلمات براقة قد لا يفهمها الأغلبية، وأرقاماً ووعوداً بتحقيق مبالغ طائلة مثل هذا الإعلان، فهذا هو الطعم. وبالطبع لم تستشر الشركة المعلنة أو تأخذ موافقتنا في استخدام موادنا وسيلة لاصطياد المستثمرين، وهو خرق للملكية الفكرية والإعلان، لكن ذلك يبدو ليس بالأمر الهام بالنسبة لهم. للاستثمار أصول متعارف عليها، وهناك قنوات رسمية مرخصة لذلك. أما الوعود الرنانة بتحقيق الأرباح دون ذكر حجم المخاطرة وماهية هذه الأصول، فيجب أن يكون نداء لك بأن تهمل ذلك في اللحظة. فإذا كان الوعد جميلا جدا، فإن ذلك على الأغلب يكون مصيادة للخداع، أو كما يقال It's too good to be true.